اللاعب في مباراة اليوم هو اللاعب رقم 10 كليمرسون من فريق الغرفة، وقيمة الجائزة هي 1500 دولار مقدمة من دوري نجوم قطر. Ladies and gentlemen, today's man of the match is player number 10. Player number 10, كليمرسون دياراغو من فريق الغرفة. أيها سيدات والسادة، انتهت المباراة بالنتيجة التالية: فريق السد 1، فريق الغرافة 4، وبذلك يتوج فريق الغرافة بطلا لدوري هذا الموسم برعاية مصرف الريان. أيها الحضور الكريم، ستقام الآن مراسم تتويج بطل الدوري وصاحب المركز الثاني. Ladies and gentlemen, now we'll begin the presentation ceremony for the winning teams of the top two positions in Qatar Stars League for the season 2009-2010 under the auspices of Masraf Al-Rayyan. وستتفضل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني.